بن حميد داخلي الرقيق، بعد شوية نرجعوا على اليوم العالمي لحرية الصحافة. تكون معنا أميرة محمد عبر الهاتف، نائبة رئيس نقابة الصحفيين، وجي إنس الجعابي بحثنا بالأرقام والمعطيات. نرجعوا على واقع حرية الصحافة في تونس، لكن أقبل عنا ضيف عبر الهاتف معنا الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، سي رمزي الكوكي. شكرا لك على قبول الدعوة ومرحبا بك. تحية لكم وتحية لكافة مستمعي اي اف ام. يعيشك سي الكوكي. وزيرة العدل البارح في زيارة لسجن المساعدين وقع الإعلان على العديد من الإجراءات، حبينا نعرفوا الإجراءات هذه شنية أهمها ومتى ستدخل حيز التنفيذ. شكرا. أولا وبالأساس الزيارة اللي قامت بها السيدة وزيرة العدل إلى سجن سوسة على امتداد كامل يوم عيد الشغل 1 ماي تنتهج في إطار سلسلة الزيارات الغير معلنة والفجائية اللي تقوم بها لعديد الوحدات السجنية في كل مرة للاطلاع عن كثب على أوضاع السجون ومعاينة ظروف إيداع المساجين والخدمات المقدمة لهم من إعاشة ورعاية صحية وإحاطة نفسية واجتماعية، وكذلك برامج التكوين والتأهيل لإعادة الإدماج داخل المجتمع، وهذا لمزيد تكريس وتدعيم حقوقهم وجعلها ممارسة يومية تخضع للمتابعة وتقييم الدوري، وكذلك تحسين ظروف العمل لإطارات وأعوان السجون وتدعيم برامج الإحاطة الاجتماعية لتخفيف الحقيقة من وطأة العمل السجني. وبالتالي في كل محور من المحاور اللي ذكرتها عندنا فيها مؤشر قياس بالأرقام اللي تبين الحقيقة الإيجابيات اللي تحققت واللي أذنت معناها السيدة الوزيرة بتدعيمها، وكذلك هناك مثلا سيكوكي مثلا إيجابيات تعرف، والله نتأسف برشا ولكن للأسف السياسة السجنية والإصلاحية نعرف أنكم تخدموا عليها برشا، ولكن الأرقام ديما للأسف ماهيش في صالحكم. كي نقولوا فما حاجات تحسن تعطينا أمثلة، مثلا احنا نعرفوا فما مشاكل الاكتظاظ، فما مشاكل الإيقاف اللي طويل، فما مشاكل كبيرة جدا الكاميراوات المراقبة، شنو اللي تحسن سيلكوكي؟ هذا خلود نبدأ من معطى أنت ذكرته البارح متعلق بآلية جلسات المحاكمة عن بعد. هي البرشة وقلت وقلت وإنها بقيت في إطار التجربة وتم استعمالها مرة واحدة، لا ما هوش صحيح كل يوم الحقيقة تصير جلسات محاكمة عن بعد بالموقوفين، وباش نعطيك الرقم هو تقريبا توا في عدد 14 وحدة سجنية، معناها التجهيزات هذه موجودة متاع آلية المحاكمة عن بعد في ربط مع المحاكم اللي مركزة فيها هذه الآلية، وبلغ عدد الموقوفين لتاريخ البارح 13,394 موقوف، هذوما تم عرضهم على المحاكمة عن بعد. وإن شاء الله العدوى المولى سيدي خلينا نفرحوا مع عشان نقولوا الجلسة واحدة حاجة هيلة برشا المحاكمات عن بعد دونك حيز التنفيذ. موضوع الاكتظاظ سيكوكي تعرف ديما ندوروا ونرجعوا للموضوع هذا، هل بدات الاجراءات اللازمه لتدارك الموضوع من حيث طول مده الايقاف الى غير ذلك؟ شوف اللي يهم الهيئه العامه للسجون والاصلاح واللي نعتبروه احنا كمؤشر قياس في اطار اعاده التاهيل والمساعده على الاندماج داخل المجتمع اللي هي نسبه العود، نسبه العود تعتبر اهم مؤشر، كانت في السنوات الفارضه خلود في حدود 60%. تراجعت توا تدريجيا وصدق وحتى صرحت معنا في اذاعتكم انه اصبحت في حدود 30% توا حاليا في حدود 30%، هذا ماشي من خلال تكثيف وتنويع البرامج الاصلاحيه وتدعيم العقوبات البديله وخاصه العمل في المصلحه العامه اللي ساهمت بشكل كبير في تراجع نسبه العود للارقام اللي ذكرتها من خلال تعميم مكاتب المصاحبه اللي تشرف على حلقات تنفيذ هذه العقوبة البديلة من توجيه ومتابعة وإحاطة، واللي الحقيقة تحافظ زيادة على خلق التوازن بين عدم الإفلات من العقاب مع مراعاة مصلحة المتهم وضمان حقوق المجتمع وحق الضحية. العقوبات البديلة هل بدأت سيكوكي العقوبات البديلة تدخل في الثقافة متاعنا في علاقة بالإصلاح والسجون؟ أكيد أكيد، وحتى الرقم اللي ذكرته لك راهو تقريبا معناها هو الرقم اللي ساهم معناها من خلال التكتيك من خلاله هو العقوبات البديلة، لأنه التوجه توا نحو السياسة معناها الجزائية هي توجه في معناها تكريس العقوبات البديلة، كذلك توسيع قاعدة آلية العفو والطرح الشرطي اللي تعتبر من أهم الآليات الناجعة
وتعرفوا في كل مناسبة معناها قاعدين يخرجوا معناها المحكومين توفر فيهم الشروط والمقاييس المعتمدة، وهذا للحد من العودة. وأدنت السيد الوزيرة كذلك بمزيد توسيع هذه القاعدة باش تزيد تشمل أكثر عدد ممكن من المبتدئين. علاش؟ لأنه في المقابل أنا ذكرت 30% لكن عدنا ارتفاع نسبة المبتدئين اللي بلغت في حدود 70% حاليا. وهذه حقيقة اللي يبعث على الانشغال في السجون التونسية. هو ارتفاع نسبة المبتدئين اللي يدخلوا للسجون أول مرة واللي هم يجيوا من حاضرة المجتمع ماهوش اللي خرجوا وعاودوا دخلوا للسجون. وهذا اللي يلزم نسلطوا عليهم الضوء ونشوفوا الحلول الممكنة لمعالجة هذه الظاهرة. لا بد من معالجة الأسباب وليس معالجة النتائج. قعدنا نحكيو ديما على الاكتظاظ. الاكتظاظ هو نتيجة لسبب ارتفاع معناها المبتدئين وقتها تو ينقص الضغط على السجون بطبيعة الحال والاكتظاظ. لكن كل مبتدئين مثلا كم تعطينا تقريبا فكرة على ترانش داج سيلكوكي؟ الو فما اون ترونش داج، فما فئه عمريه اللي هي تمثل اغلبيه عند اللي سميتهم توا المبتدئين هم الناس اللي ما همش رجعوا في اطار العود؟ اكيد هي معناها النسبه كبيره برشا في فئه الشباب الحقيقه. والمعادله لازم تكون معادله تحت المظله المجتمعيه وفق المقاربه الاجتماعيه والاقتصاديه، لانه الشان السجني راه شان وطني اجتماعي بالاساس بقطع النظر عن المقاربه القانونيه والتشريعيه. اللي هي الحقيقة مش باش تحل كل المشكل، خاصة وانه عجلة الاجرام الحقيقة اصبحت تدور حول نفسها. ويلزم راه معالجة هذه الظواهر وتضافر الجهود بداية من الهياكل الرسمية، المجتمع المدني، الاعلام، كذلك من خلال التحسيس والتوعية، وصولا الى دور الاسرة. راه الحقيقة في بعض الوضعيات الاسرة رافضة حتى في معناها بتتقبل بتاعت الحال معناها ذويها. وخاصة معناها في الأطفال الجنحين. كذلك تم من خلال زيارة معناها إلى تدعيم الجانب الصحي. وتعرفوا أنه الهيئة العامة للشؤون الصحية تولي أهمية بالغة. وخير دليل على المجهودات في الجانب الصحي هو وقت زمن أزمة كورونا. تعرفوا اللي تغلبنا عليها معناها في سجوننا بفضل الإجراءات الصحية وبأخف الأضرار البشرية. اللي توفوا الله يرحمهم في السجون 18 شخص. من المدعين، وتعتبر نسبة ضئيلة وضئيلة جدا مقارنة بالنسبة الجملية من التوانسة الكل اللي توفاو معناها في البلاد والله يرحمهم تقريبا بلغت معناها في حدود 29,000 تقريبا. سي رمزي الكوكي، نذكر أنت الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، ما نجمش ما نسألكش على موضوع السيارات اللي يتنقلوا فيها الموقوفين، وخاصة منهم الموقوفين في قضية التآمر اللي هما سياسيين ومحامين لغير ذلك. أغلب المحامين اللي دخلوا معنا لهنا يصرون إصرارا على أنه السيارة هذه هي يقول لك سيارة معناها تنتفي فيها كل الشروط الإنسانية ومهينة للذات البشرية. سامية عبو معناها ولت البارح هنا بحذايا تحكي الحقيقة على مشهد مريع سي الكوكي، يقول لك ما تقول لك ما عندهمش نقبة منين يتنفسوا، شدوا لهم يجيهم بالليمونات ما ينجموش يتحركوا. هل هذا وضع السيارات التي ينقل فيها الموقوفين وإلا لا؟ تفضل سيدي. اولا الحقيقه نعارضوا التوصيف او التشبيه المعتمد في كل مره في هذه السرديات اللي قاعدين نسمعوا فيه كل يوم، وهذا التوصيف الحقيقه راه يمس حتى من الكرامه معناها للمساجين وضروره احترامهم واجبه كذوات بشريه. في نهايه الامر جميع المساجين هم في عهدتنا وسلامتهم الجسديه والمعنويه تحت حمايتنا، وهذا واجب علينا بمقتضى المنظومه القانونيه الوطنيه والدوليه. ان جاوبت السيارات هذوما تم ادخال نوعها كما ذكرت حتى في التصريحات السابقه في الخدمه منذ سنه 2018 مش اليوم. علاش؟ لكونها تستجيب للمواصفات العالميه. ايش معناها تستجيب للمواصفات العالميه؟ باهي تستجيب للمواصفات العالميه لانها تستعمل في كامل انحاء العالم وفي اعتى ديمقراطيات العالم وبمواصفات معناها من مصنعين دوليين، ولم يتم ادخال اي تغيير على نوعها في سجوننا مطابقه للمعايير الدوليه المعتمده واللي هي تقريبا القواعد النموذجيه الدنيا لمعامله المساجين اللي معتمده كمرجع من طرف منظمه الامم المتحده، اللي تقريبا في الماده والا في القاعده 73 من هذه القواعد ايش يقول لك؟ يقول لك حين ينقل السجين، هذه القواعد النموذجيه وقارنوها باللي موجود عندنا في تونس، حين ينقل السجين الى السجن او منه لا يعرض لانظار الجمهور الا بادنى قدر ممكن،
وتتخذ تدابير لحمايته من شتائم الجمهور وفضوله ومن العلنية بأي شكل من أشكالها، ويحظر نقل السجناء في ظروف سيئة. علاش يمكن القرياج في هذايا الكل؟ سفيان بن حميدة في هذايا الكل وينو القفص؟ ما يحبش هو كلمة قفص الكوكي. في كلمة قفص هذاك هو اللي قال لك مهينة. لا لا لا، هو يقول اللي يحب سي رمزي. انت تدافع على مؤسستك وتقول اللي تحب، وانا نوصف كيما نحب كيما نرى كيما نرى. لا لا، قفص اللي صاير قفص المقاييس العالميه. هذوما تقول المقاييس العالميه، تقول انه ما نعرضهمش لعيون الناس، مش تقول انك تحطهم في قفص ويبدا راسهم يتكرم. تفضل سي كوكي، لا سي سي خلي كملوا الاسم. كيف التشبيه هذا؟ فهمتني؟ قلت لك راهو تلبي متطلبات الراحه وفيها التهوئه والاضاءه، وكذلك تحافظ على الامن والسلامه الجسديه للمدعين. حاب يقول لك اللي هذوكم هما السيارات من طرف عديد المنظمات والهيئات، ولم يتم تسجيل اي ملاحظه في شانها. خليني نمشي لسؤال بيختي اون براتيك بربي يا سفيان، خاطر التوصيف هذايا قاعده هيئه السجون تقول هذوكم الكراهب تبقى المواصفات، هيئه الدفاع والموقوفين رافضين الموضوع، هل فما نيه لتغيير السيارات؟ صحيت هذا هو السؤال. هل فما سيلكوكي نعرف به هما من 2018 وحسب اداره السجون يخضعوا لكل المعايير، لكن احنا يلزمهم يعديوا 20 سنه في الخدمه. مش مشكل. هل فما نيه مطروحه لتغيير السيارات هذه لنقل الموقوفين؟ يا خلود نبحثوا على الدواء، علاش باش نغيروهم؟ قلت لك النوع من السيارات هذوما مخصصه لنقل جميع مساجين الحق العام دون ان تكون مخصصه لفئه دون غيرها. واضح. لا باش يا رمزي بالله. يلا يلا سكر موضوع السيارات. المنظمات والهيئات وراهو سبق ونشرنا بلاغاتنا في الشان هذا. سي رمزي في نفس الاطار، وانت تو برهنت على ديجا قدره تواصلي، احنا نلوجوا على التواصل مع اداره السجون وعلى الفهم. يعني السؤال خلود يتعلق بحاجه مؤكده، انه في اطار تواصلكم زاد مع الراي العام التونسي اللي هو متعظم الكراهب هذه، ثماش امكانيه اداره السجون ربما تعيد النظر خاصه في بعض القضايا المعينه في النقل المساجين؟ معناها على الاقل انتم استجابه منكم للراي العام التونسي اللي انتم جزء منه موجودين في داخله، اللي اغلبوا اليوم قال لكم اخويا الكراهب هذه تهين في الموقفين. سي سفيان، سي خليل، عديد المساجين في عديد المناسبات عبروا عن رغبتهم معناها في استعمال هذا النوع من السيارات في نقل خارج الوحدة. علاش؟ كما ذكرت راهو تلبي متطلبات الراحه وفيه التهوئه والاضاءه الكافيه، وقلت لك راهي مطابقه للمعايير الدوليه. واضح. وتحفظ راهو هو هذا يكون الغايه من هو الحفاظ على الامن والسلامه الجسديه للمدعين. عندك سؤال سفيان ولا التعليق؟ خلينا نشكر سيدي. عندي سؤال عام اخر، تفضل. تو بربي انت حكيت لنا على نسبه العود هبطت من 60-30%، هذه يلزمها دراسه. هل نسبه العود هذه لانه انتم تخدموا في خدمه كبيره معناها نتاع لافاج دو سيرفو، تنحيو لهم فك الجراثيم اللي دخلت المقهم وتباتشيو فيهم على اساس المواطنه الحقه، والا على خاطر الـ في الامن امنيا البلاد مصيبه، ولات انه تمشي تنطر تليفون اللي كان يتشد عليه في الحبس توا ولاو يتسيب، واللي فهمت برشا مشاكل، دونك يلزمها دراسه. اما الاكيد انه الاكتظاظ موجود، والاكتظاظ ماهوش بجانب بسبب ارتفاع عدد اللي جايين لاول مره، الاكتظاظ حاله ملازمه للسجون التونسية من السبعينات. ماهيش ما حد الاكتظاظ. الاكتظاظ شنو اللي يعطي عليه؟ انه نسخ الليجين خايبة، انه الماكلة تعايف، انه المعاملة سيئة. سفيان سامحني باش نقاطعك، يمكن سي الكوكي نستدعاه بحذانا هنا للبلاتو وناخذوا اكثر وقت. هذا الكل سي الكوكي، لا هذه موجوده كلها في لي رابور والتقارير، وهما بيدهم يقرون بذلك. هيت نختموا معاه على امور يمكن تخلينا سي الكوكي خلينا هذا لو كونستار وموجود اللي قاله سفيان، وبناء عليه جات الاسئله الكل. اي زاد انا فقط السؤال هو بس هو انه صعيب على الاداره السجنيه
انه ناس تحبوا ولا تكرهوا سياسيين سياسيين ان ال هذم سياسيين كي يدخلوا الحبس راهو يتسموا مساجين سياسيين. هذوما في العالم الكل في العالم الكل ال عندهم تريتمون سبيسيال ما تحطوهمش مع الحق العام. انتم حاطينهم على الحق العام. باه يلا خلينا نسمعوا الجواب. تم التباس في تحديد المفاهيم. احنا الصفات اللي عندنا في السجون هو سجين يا يعني يكون موقوف والا محكوم وخاضع ديما لمعناها قواعد التصنيف واعاده التصنيف اللي جابها الفصل 52 الفصل السادس على معناها من القانون عفوا 52 اللي يقول لك راهو معناها يصنف السجين بمجرد ايداعه على اساس الجنس وعلى اساس السن ونوع الجريمه وبحسب ما اذا كان مبتدي او عائد وكذلك الموقوف والمحكوم. هذا تصنيف المساجين. كذلك عندنا تصنيف السجون سجون الايقاف وسجون التنفيذ وسجون الشبه مفتوح. ما عندناش تصنيفات اخرين الحقيقه فهمتني. هذا اللي حبيت انا ناكده فهمتني. بالنسبه ده ذكرت انا معناها معطى من خلال الرعايه الصحيه النفسيه ونقول وانه بالحق راه بفضل الرعايه النفسيه المساجين في سجوننا تكاد تكون ظاهرة الانتحار المساجين منعدمة في المؤسسات السجنية وخير حتى من السجون الموجودة في أعتى ديمقراطيات العالم اللي نسب فيها ما هو بسبب الاكتظاظ هذاك بسبب الاكتظاظ سي رمزي ما ينجمش ما ينجمش يختلي بروحه باش يسلق روحه. فما مشاكل فما مشاكل. باهي سي رمزي خليني نختم معاك. الناطق الرسمي باسم الهيئه عامه للسجون والاسلاح المساجين السياسيين ما عندهم حتى تخيتما معناها ما عندهم حتى مكانه مختلفه ان كانت بالسلب والايجاب انت هكا تحب تقولنا لانه وضعيتهم بالعكس غير بالعكس. انت قلت تلتزم بالتصنيفات اللي موجوده في القانون ما فماش ما عندكش كاتيجوري اسمها مساجين سياسيين بطبيعه الحال لانه في القانون 52 لانه في القانون 52 ما عدناش عدنا معناها سجين يا اما يكون معناها حسب الوضعيه القانونيه نتاعو موقوف او محكوم. واضح باهي. دونك موضوع انه فما تنكيل بالمساجين السياسيين هذوما فما تنكيل بهم وحطيتوهم مع ناس اللي عندهم تصرفات غريبه الى غير. سمعنا الحقيقه برشا التشكيات. انت تنفي شيء ذا سي كوكي خلود؟ انا نقول لك حاجه واحده وانه منظمات وهيئات الحقوقيه زارت السجون وتكاد تكون تزور السجون كل يوم بصفه علنيه او فجائيه في كل وقت. وتقريبا معناها حتى السيد رئيس الهيئه الوطنيه لقيادة التعذيب خرج وقال راي صحيح معناها الظروف ليست مثاليه بطبيعه الحال هناك عديد صعوبات واكثر مشكله ومشكل الاكتظاظ لكن قال ظروف عاديه وقال هناك نوعا ما فماش انصاف حتى للهيئه وانا نعتبر الحقيقه وانه فما تحامل لانه بطبيعه الحال ديما نقول وانه هناك افراط في المبالغات يدفع حقيقه الى تشويه الواقع. يجب ابراز حقائق الواقع واضح اللي من شانها حقيقه اناره الراي العام بكل موضوع. اهم شيء اللي انا نشكرك عليه برشا هم اعوان انفاذ القانون ابسوليومون انا توا بالقانون التاني. شكرا لك سي الكوكي نشكرك برشا على التدخل معنا لانه من اهم الاشياء هو ان ناخذ المعطيات من مصدرها الرسمي. فاصل ونرجو معكم بعد شويه. يجيكم فتح الهداوي في نهج تريبيونال. مرحبا رجعنا لهم. سفيان التو مازال يحكي على الاكتظاظ في السجون. باهي سفيان خلينا نمشيو الى موضوع نعرف انك تحب تحدث عليه برشا اللي هو موضوع حرية الصحافة. اليوم اليوم العالمي للصحافة. بحثنا إيناس الجعايبي باش تعطينا آخر المعطيات. أون فيغ لو بوان معاك إيناس الانتهاكات. علاش اليوم فما انتباع أنه حرية الصحافة قاعدة تتضرب؟ إذا يغل الانتباع هذايا ولا ملموس جدا منذ صدور المرسوم؟ أعطينا كل التفاصيل تفضل. اليوم 3 ماي من كل عام جل دول العالم تحيي اليوم العالمي للصحافة. 30 سنة التالي قررت منظمة الأمم المتحدة باش تخصص نهار سبيسيال للصحافة في العالم، مش للاحتفال وتعليق العلامات، أما باش تفكر الدول باش تحترم حرية الصحافة بالرسمي مش تعطينا كلام وشعارات. اليوم العالمي للصحافة يذكرنا بالدور اللي تلعبه الصحافة المسؤولة، تنقل لنا الأخبار وتحلل وتنقد وتسائل السلطة وتفيق المواطنين كي تخرج الأمور على السيطرة. الصحافة بالحق درع للديمقراطية.
أما كي تبدأ في بلاد إرادتها السياسية وقانونها ما يخنقوش لا الصحافة ولا الصحفيين. في تونس قبل 2011 كانت عنا مجلة صحافة 1975 الخانقة. الخانقة بالرقابة المسبقة على المحتويات المنشورة والإيداع القبلي لكل ما هو منشور والعقوبات بالحبس ضد الصحفيين، من غير ما ننساو بالطبيعة دور السنسرة اللي لعبته الوكالة التونسية للاتصالات. بعد الثورة جاء مرسوم 115 و116 وبدأت تتناوش حرية الصحافة وبدأت تتحرر من القيود متاع الرقابة المسبقة والتراخيص وسيستم كل كلمة بحسابها. اليوم في اليوم العالمي لحرية الصحافة عنا تقرير مراسلون بلا حدود، ومعانا نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مدام أميرة بن محمد باش تحكي لنا على وضعية الصحافة في تونس. أي موجودة معنا أميرة؟ مرحبا مرحبا حدود، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة إيفا. شكرا لك أميرة محمد. رينا العديد من التصريحات والتدوينات أنه أثناء الأمور مختلفة جدا، نظرا أنكم تعاينوا اللي حرية الصحافة يقع انتهاكها بشكل كبير جدا. للأسف أنه اليوم كنا نتمنى ونحتفلوا كما الدول الديمقراطية بمكاسب دعم حرية الصحافة في تونس، ولكن نلقاو روحنا في هذه الذكرى وفي هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة نطلق صيحة فزع على ما وصل اليوم قطاع الأعلام من تضييقات وتهديدات. التضييقات والتهديدات هذه اللي ساهمت في تراجع تصنيف تونس ب 27 مرتبة، للأسف رغم أنه في السنوات الفارطة حققنا تقدم في عديد المجالات، وهذا حسن تصنيف تونس يعني من 73 في 2020 ل 94 في 2022 لليوم نلقاو احنا في المرتبة 121. هذا خطير، يعود بالأساس لتشريعات تضرب حرية العمل الصحفي، تضرب حرية التعبير، وأساسا المرسوم 54 اللي يعتبر من أخطر القوانين اللي تعملت في تونس بعد الثورة، ورغم طلبنا كنقابة وعديد منظمة المجتمع المدني من رئيس الجمهورية سحب هذا المرسوم أو تعديله، ولكن لم نجد أي تجاوب مطلق. أيضا بالإضافة إلى تسجيل 17 حالة في صفوف الصحفيين اليوم يتم ملاحقتهم على قوانين أخرى غير المرسوم 115 اللي كنت تحكي عليه في البلاتو، ولكن وفق قانون مكافحة الإرهاب، مجلة الإجراءات الجزائية، مجلة المرافعات العسكرية، ومجلة الاتصالات، والمرسوم 54. رأوا هذا على خلفية أعمال صحفية وأراء ونقدهم لأداء المسؤولين في الدولة، وليس على خلفية قضايا حق عام. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الأخرى أيضا من الأسباب اللي تخلي تصنيفنا اليوم نسجله من 2018، لم نسجل هذا العدد والكم الهائل من الاعتداءات من 2018 للسنة، أعلى نسبة سجلوها اعتداءات اللي هي 257 اعتداء على الصحفيين، ضرب حق النتائج إلى المعلومة، وبالمنشور خاصة عدد 19 اللي أصدرته حكومة نجلة بودن اللي ضرب حق الصحفيين في المعلومة. أكيد زادة ما ننساوش أنه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الهشة للصحفيين ووضعية المؤسسات اللي اليوم زادت تعاني من صعوبة وأزمة اقتصادية كبيرة، هشاشة هذه المؤسسات هذه زادت تدخل في أسباب تراجع هذا التصنيف. اليوم وقت اللي نلقاو المؤشرات هذه قاعدة تتساقم، من نجموش نقوله غير أنه الخطر اللي يهدد حرية التعبير اليوم كبير، وللأسف السلطة ما تحبش تتفاعل إيجابيا لتدارك ذلك رغم كل ما قلناه. شكرا لك أميرة محمد، يعطيك صحة. في اليوم العالمي لحرية الصحافة نقابة الصحفيين سفيان يظهري الغادي شوية من الامتعاض، معناها سي ان كونستا ديشيك بالنسبة لحرية الصحافة في تونس. اي بيان سور، لانه احنا ننطلق من مبدأ أنه حرية تعبير وحرية الصحافة هي تاج الحريات. علاش تاج الحريات؟ لانها مدخل لكل الحريات الاخرى. انت حرية الصحافة راي ما هيش في مصلحة صحفيين، هي بالأساس في مصلحة المواطنين، لأنهم هما من حقهم أن تكون عندهم المعلومة الصحيحة والمتنوعة، باش ينجموا يعملوا رايهم، هما باش ينجموا يختاروا
نمط حياتهم اختياراتهم الانتخابية تقوم على توفر المعلومة. هذا من ناحية المبدئية. نجيو على مستوى الممارسة شنو نلقاو؟ نلقاو المرسوم 19 هذا متاع الحكومة اللي يقولك حتى حد ما يتكلم في البلاد إلا ما ياخذ رأي ولا الرخصة من عند رئاسة الحكومة. دونك سكرنا البلاد اون فيرويي لو سيستيم. شنو نلقاو؟ نلقاو نصوص قانونية متفق عليها ما تمش نشرها. شنو نلقاو اكثر؟ نلقاو حالة انكار عامة بداها من رئيس الجمهورية اللي يقول لك حتى حد شكون اللي يتوقف على 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 خاطر حرية التعبير. مش صحيح. شنو مش صحيح؟ ويعتبرها كل ما يقال انه محاولة تشكيك. يا نهلا سامي اي اي سيدي يا رئيس الجمهورية قال لك هذوك مش على خاطر صحفيين، على خاطر الافعال تجرم بمقتضى القانون. على خاطر مقال او على خاطر مقال وزيرة العدل متاعك قدمت به قضية تو على خاطر مقال او سي عامر عياد بالرغم اللي ما نختلف معاه في توجهاته السياسية لكن راهو توقف على خاطر قراءة قصيدة. بوغلاب منيا العرفاوي توقفوا على خاطر قاعدين يتحاكموا على خاطر معناها مواطن جاب لهم دوسيه قال لهم راهو السيد وزير الدين راهو قاعد يسوق في كرهبة متاعي وما عندوش الحق. دونك يا رئيس الجمهورية راهم هذم أسماء حقيقية راهم توانسة كان تحب نمدوك بأرقام بطاقات تعريفهم من مدوك. أما بجاه ربي قول إلي يي 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 رانا نحاكم من حرية التعبير وأنا الأقوى ومبروك عليك. أما ما تقولش أما ما تقولش هي المقابلة ما نجم تستملع علي ما نجم تستملع علي لا لا هذه حقيقة هذه حقيقة يلا سفيان نسمو نرجع لك هذه الحق اسمعني أنت خلي نكمل هذه الحق في عن الباس يا اكثر من 4 ساعة المقاس يعيشوا فيها عام كامل. لا تبدا انت تبدا بالتعميم وبالتوصيف الصحيح وبعد تشخصن وقت اللي شخصنت في الست الطرح نتاعك كامل يا سفيان على خاطر احنا اليوم وقت نحكيوا على تجاوزات السلطة يا اخي اليوم بالك شيء جديد اليوم عندنا نقابة صحفيين تخرج وتقول عندي انتهاكات مش جديد اللي صار في 2012 اكثر وخرج نقابة صحفيين خلت عندي انتهاكات اللي صار في 2013 الصحفي ما عادش امن على حياته الشخصيه مش كان على يا خليل يا خليل معناها ايه يا خليل ما وصلش وضع 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 حرية التعبير والكلام اللي تقول فيها اهو جاب عليه اطار الصراع لا كنت حاب نحكي بموضوع هادم اذا هادم في اطار الصراع الازلي بين الاعلام والسلطه ديما الحريه تعارك مع السلطه نفهمهم وننقدوا السلطه على تجاوزاتها ونقولها وقف التجاوزات ولكن اذا هادم مش يوصلوا البيرسوناليزاسيون باش نوصلوا احنا ما ولينا مهدين في حريه التعبير كان كي جا قيس سعيد للسلطه فهذه تصبح مغالطه تاريخيه كبرى. شكون اللي قالوا هذا؟ شكون اللي قالوا هذا؟ وصلنا للوضعيه ما قلتش انا هذايا انت يا واحد كبير فلان يا واحد كبير حماس بس قيس سعيد واحد كبير نظام برجيلة وبعد القتل نظام بن علي ونخد في نظام الإسلاميين وتوا في نظام قيس سعيد. ايناس نقابة الصحفيين خاطر تناقشت انا قبل في الموضوع جبدت الفصل 54 حقها وقالت هذا الفصل قام على حرية التعبير وكذا باه دورنا نحن تو اليوم باه احنا الفصل 54 قلنا السلطة اسحبوا ولا كذا في المقابل كهياكل مانا كاعلامي شنو يجب نعمله؟ يجب زاد نبنيو تصور قانوني جديد
يحمي الناس اللي يسبوا فيهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ونعملوا نظام اخر نقترحوه على السلطه، مش كلها يا خليل احنا نفس الموضوع هذي نعاودوا نحكيوا فيه. راهو العنف والثلب والشتم راهو عنده قوانين، نحن موجوده قوانين. اليوم من المؤسف، نحب ولا نكره، من المؤسف انه نراو صحفيين ماشيين جايين على المراكز يبحثوا على خلفيه مقالات قالوها. اليوم رئيس الجمهوريه يقول لك لا عوده الى الوراء ولا مساسه بالحقوق حريات، ونلقاو تونس تعود الى الوراء في ترتيبها في حريه الصحافه، وكيف نلقاو حريه الصحافه وحريه التعبير ممسوسين، وخاصه بالمرسوم 54 اللي جابوا رئيس الجمهوريه. نحبوا ولا نكرهوا، هذايا المرسوم 40 المرسوم 54 ما هو الا خانق لحريه التعبير وحريه الصحافه. هذايا على القليله خلينا نكونوا واضحين. باهي، هل نحن نقولوا أو قاعدين ننقدوا في أداء غلط يجب أن نتجاوزه، أم نحن أفردنا فترة قيس سعيد بقمع الحريات؟ مش معناها ما كانتش فما تجاوزات، مش معناها الحريات داخل العقلية. نجم نقعد للصباح نحكي لك فيه. وصلنا في وسط العركة مثلا، بين أنا نعطيك شوية تاريخ، بين العركة بين حافظ عركة زوز من الناس متنابزين، حافظ قيس سبسي ويوسف الشاهد، قداش تظلم من صحافي، قداش طرد من صحافي، قداش تقمع من صحافي. حتى نحكي لك، هل وصلنا للمرتبة هذه؟ هل وصلنا المرتبه هذه بتاع تراجع حريه الصحافه؟ ما وصلنا لهيش، ما وصلنا لهيش المرتبه هذه. يا خليل عندي الاحصائيات توا كنت تقول فيهم امير، مش يدخلوا يخدموا اصلا. راك تحكي على راك تحكي مع صحافي صار له تهديد بالقتل وقعد دعوام تحت الحمايه الامنيه بسبب صفته كصحافي. دونك ما تقوليش اني انا ساكت على الوعد. لا لا، تكلمت على في الفترات الاخرى، قلت لك من وقت مرتبه، وقت بن علي، وقت الاسلاميين، وقت مانيش نسكت. اليوم المرسوم 54 مرسوم خانق للحريات، لحريه التعبير وحريه الصحافه. على الحال يا هدايا احنا مقابل وضع انكار للبارح يقول فيه رئيس الجمهورية. لو لم يكن هناك المرسوم هذايا إيناس، هل كانت وضعية حرية الصحافة والتعبير في تونس باش تكون خير؟ بالطبيعة احنا بالمرسوم 54 ديجا الصحافي بيدو، حتى مستعملين الانترنت، مستعملين فضاء رقمي، يقول لك وليت عنا اوتو سنسور. انا قبل ما نخرج كلمة اليوم في فيسبوك ولا في مقال نحسبها ألف مرة، اسكو باش نتعرض من بعدها للهرسلة القانونية ولا لا؟ وديجا خلينا على حتى من ناحية قانونية خلود، نقولوا احنا المرسوم 54 هو مرسوم غير دستوري ولا يحترم المعاهدات اللي مصح عليها تونس. حتى في القضايا اليوم اللي يتعديوا عليها على المرسوم 54 راهو هي باش تكون قضايا معناها مرفوضة. علاش؟ على خاطر لا تحترم المرسوم هذا، لا يحترم المعاهدات اللي التزمت بها تونس قبل. باه خليل، خلينا تو بهدوء خاطر باش نختموا الحصه. الكلمه اللي قلتها مهمه جدا، افراد قيس سعيد او الفتره هذه افراده هو بالذات بانه يقمع حريه الصحافه، هذا انت ماكش موافق عليه، ولكن في نفس الوقت انت موافق انه المرسوم هذا يجب ان يلغى. كيفاش المعادله؟ هو الرئيس الجمهوريه عمله المرسوم، انا معاك. هل هو غير واعي بما هو موجود في المرسوم؟ هما اصلا حتى في التعبير المهني نتاع الاعلام ما قالش يجب، قال لك ندعو رئيس الجمهورية إلى سحب هذا المنشور، شافوا فيه إشحاف. أنا معك، أنا إنسان نمارس في حقل النشاط التعبيري ماذا بيه بقل قيود، ولكن أيضا كما قلت لك دون أن أنسى أنه راهو الفصل 54 كان رد فعل على الحكايات، هات نحاصروا الحكايات، هات نجيو في اطار التضامن المهني وفي اطار اخلاق المهنه، ونرسموا في نفس الاطار خليل حدود للصفحات الالكترونيه للفضاء التواصلي، نحميوا هكا العباد اللي زاد كي يمشي يسكي واحد يجبدوا له عرضه ولا يجبدوا له ولا يجبدوا له كذا. هذه نقطه مهمه بربي، هل القانون هل هو بالضروره مجعول للحد من حريه الصحافه والتعبير؟ هو مش هو في ظاهره حق، في ظاهره انه يحمي من الاخبار الزيفه، اما خليني نقول لكم حاجه، انه مجله الصحافه نتاع 1975 ترصد عقوبه سجنيه وخطيه ماليه اقل من اللي يرصدها المرسوم 54 اللي زرته تاع رئيس الجمهورية. معناها مجلة الصحافة سيئة الذكر هذيك اللي هي مش خانقة بركة، معناها الغادي من خانقة، هي ترصد عقوبات أقل.
واضح. دونك انت بالنسبه ليك لو سموم هذا خلطنا الى درجه قصوى. نعرف راهو انا نجم خلطوا الاكثر انا المرسوم. احنا الكل هنا متفقين انه يجب صحبه. هو على فكره هو على فكره نقطه اجرائيه حتى خليل زاد حتى خليل موافق راهو سوفي على صحبه. نحكيو اليوم على صحبه راهو مش موافق على تحميل رئيس الجمهوريه مباشره موضوع قمع الحريات وحريه الصحافه. باهي اللي عمل مرسوم من 54 وشكونه كيف يا اخي راهو توا رانا توا راهو هذا كلام معقول. راهو رئيس البارح رئيس الجمهوريه البارح كان في حاله انكار. يا سيدي عمل المرسوم 54 المرسوم 54 بالله عدل فيهم مش حفهمها زاده. تذكر شويه هو قبل ما يعمل مرسوم 54 واي كان متعدي سي بيرمي باش يجبد له هذيك انت كنت باش تاخذ فلان اخي خذيت فلان وكان لعب هذاك وكان الناس اللي لعبت بسمعة الناس وكان الناس اللي انا قاعد لاباس عليه نتفرج في التلفزه نلقى روحي ماكل تريحه في البلاصه الفلانيه وانا مش موجود وكان الناس اللي يفجوا عليك عائلتك وانت مش موجود هكم يلزمهم جوا قوانين ردعيه التنمر والحمل التهجم من طرف اللي يسوى اللي يسوى ما هذه المغالطة يا خليل لأنه القوانين موجودة وما كناش نستحقوا الى المرسوم 54 لو انه ديجا لو انه كنا نطبق في القوانين فما تطبيق للقوانين ولكن لو انه السلطة اليوم تخمم انها تعدل او تسحب ما نجموش اليوم نحكيه على سحب على خاطر اليوم ولعنا برلمان دونك كان فما تغيير والا ان باش نحيوه دونك للبرلمان الدور هذايا. شكرا ليك دونك شكرا مخصورة على اللعبة اكاهو عند البرلمان هذايا مخسورة مرة جاية كملوا نحكيه في الموضوع مخسورة ولا لا. هل البرلمان باش يكون عنده فعلا الدور الرقابي المنتظر ولا باش يكون في تماهي لا مشروط مع رئيس الجمهوريه؟ سؤال انكاري سفيان ما تخزر لي شكك يا حتى انا نستنكر. شكرا لكم ميرسي بوكو الناس الكل اللي تبعتونا في 90 دقيقه ملتقانا غدوه نص النهار.